Sen anlat Karadeniz. بنتي نزار. نعم بابا. روحي بكرة الصبح ارفعي دعوة طلاق على فيدات وارجعي على البيت. بابا انت بتأمر. يلا روحوا على النوم. شو صار؟ شفته لهالواطي؟ ايه شفته بالمكتب عندي. صحك بس ما تكون عملت له شي. لا ما عملت، ما قدرت اعمل. هو اعترف ولا لا؟ عم بيقول ما دخلوا بشنق مرجاني وقال انه بناتي عم يضحكوا علي. مو معقول. شو بلا شرف هالزلمة، ما عم صدق. شو متمنية اوصل هالندل؟ اللي عملوا بمرجاني نكروا. طيب ومشان نظر شو قال؟ مجهز حجج لكل شيء بس كمل. يا اما فيتات الكلب عم يكذب علي يا اما بناتي، بس انا ما رح صدق فيتات الكلب، رح صدق بناتي طبعا لو عم يضحكوا علي. معلش قبلان بهالشي. الله لا يحرمنا من وقفتك فوق راسنا يا جميل. آمين. لما بتكون أرواحنا نار وشاعلة يا طاهر نار. اللي روحك أنت، اللي روحك أنت على شو بتكون شاعلة؟ شاعلة لأني قلعت نفس من البيت، ما هيك؟ يعني إذا ما طلعت جنازة من باب هداك البيت أنتو ما رح تفهموا؟ لك فهم علي بقى. سعادتنا ما رح نقدر نبنيها من دمار غيرنا، هي بتكون أنانية. ولهذا السبب أنا رح أمشي حتى لو بدي أبكي دم. ايه قلي ادريس. ليك طاهر، نوران وميت وصلتهم على البيت ورايح على الجبل ضروري، قلت بخبرك. بس اطمن نفس منيح. يسلموا. طاهر؟ نعم. اصبر شوي اخي. بتمر. ايه ان شاء الله. Thank you.
تمام مراد. أي فهمت أخي، بعد شوي بجي لعندك. مراد ما؟ لساته على وضعه، صغيرنا فات بغيبوبة، لازم نستنى.
رح يكون منيح مصطفى، أنا متأكدة. الله يسمع منك أسي، رب العالمين كريم ورح يتلطف فينا إن شاء الله. مصطفى، شو رح يصير بنفس هلأ؟ طاهر كمان مانو بيقوطه، هو ما أجا بالليل. أسي بظن نفسك عملت الصح، ما قصرت. وضع أمي صعب كتير، وبدها تضل عم تسمع البنت حكي. منيح إنها راحت أول ما يطلع فاتح بخير وسلامة ويرجع مثل قبل. بتهدى النفوس وقتها أسي، وبتصفى القلوب كمان بعدها من روحه من رجع نفس. ويمكن ما تقبل. لا أكيد رح تقبل، وبكرة بتشوفي إن شاء الله رح ترجع. تطمني، ليش حتى ما ترجع؟ لأنه عروسة النهار انزتت برا البيت بالليل. ولك مين اللي زتت برا البيت عسية؟ انتو كلكم. إذا ما تدخلتوا هاد ما بيعني إنكم بريئين. مصطفى آسية، فهميني شو أعمل، على شو بدي لحق؟ خلصنا. اسمعي، نفس هيك بتروق وبترتاح من نق أمي فوق راسها، صح؟ بتريح راسها شوي وبتجمع أفكارها كمان، بعدين منصلح كل شي. ما في عاصفة وبتضل للأبد إلا وما تهدى. بنتي، من إمتك أنت ما تسمعي كلمة أبوكي؟ شو مانك شايفة دقني شايبة؟ معقول بعد هالعمر وهالكبرة بتضل تخليني اجي لعندك بدل ما انت تروحي لعندي؟ ما تذكرتي شو وصيتك؟ اذا زعلتي من حدا تركضي فورا لعند ابوكي. نسيتي؟ استأجرنا بيت كتير حلو رح يعجبك. يلا يا بنتي خلينا نروح على البيت. شبكي بيتي انا، لا تساعديني شوي بالضبط. ها جدو عثمان. اوه ان شاء الله بتقبر قلبه لجدو عثمان. أمي، نفس ممنوع حدا منكن يقول قدامي اسمها. ما تعذبوا حالكن أبدا. إذا ما فيكن تعيشوا من دونها جيبوها وحطوها تاج فوق روسكن. لا تشيلوا همي، أنا بروح. أمي الله يوفقك، ما تحكي معنا هيك. بعدين لوين بدك تروحي؟ بروح يا ابني بلاد الله واسعة. امشي مصطفى امشي. وصلنا على بيتي المتواضع بنتي، بتمنى يعجبكن وترتاحوا فيه. عمي عثمان، رح أروح جيب سيارة كبيرة منشان نقل الأغراض. الله يرضى عليك ويحميك ابني. ليك علي، لشو السيارة الكبيرة؟ كلهم غرضين ثلاثة ما بيستاهلوا. أغراضي تركتهم للبنات وما أخذت غير كم غرض، بينجابوا بسيارتك أنت. تكرم عمي. خلاص أنا بجيب أغراض من بيتي، ما في داعي تجيبوا شي بنوب. يلا تفضلوا معي لشوف، خليني ورجيكن البيت وإن شاء الله بيعجبكن. جد عثمان هاد صار بيتك ما؟ بيتنا كلنا حبيبي، كل اللي بيدقوا بابي وبيقولوا السلام عليكم رح يكون بيته. لكن معناها السلام عليكم. اوه تقبر قلبي، وعليكم السلام. وعليكم السلام. يلا لشوف، فوت مع خالتك اسماء لنشوف اذا رح يعجبك البيت. تفضلوا لشوف. فيني اقعد هون؟ ايه طبعا حبيبي، تقعد وين ما بدك. نفس بنتي، ما تحكي شي ابدا، ما بدي اسمع منك شي، بس بدي تصبري وعطي فرصة للوقت، والسكوت عطيه فرصة. اتفقنا؟ الإنسان في شغلتين بيتعبوه كتير، إنه يحكي وقت اللي لازم يسكت، إنه يسكت بالوقت اللي كان مفروض يحكي فيه.
عم تفهمي؟ صبر، صبري يا بنتي الحلوة. أوه حبيبة البابا، يلا تعي تعي لجوا لنشوف. بنتي نزار مرجاني. شو في بابا؟ قول بابا. اسمعوا، فيدات قال لي مرجاني شنقت حالها، يعني قصده عم تكذبي. بابا ما تقاطعيني يا بنتي، وقال لي بناتك عم يضحكوا عليك. لك ماشي، مو بس هيك، وقال كلام كتير كمان. مين اللي عم يكذب فيكن ما بعرف، ما بعرف، بس اللي أنا بعرفه إنه هالواطي كتير خطير ووسخ. كيف تجرأ لأي سبب من الأسباب يمد إيده على بنتي؟ كان المفروض إني أوصه بس ما قدرت، مشان هيك سامحوني، أنا آسف. ما قوصته مو لأني خايف على حالي من الحبس أبداً، من حبس عادي ما حسبتها الحساب. اللي فكرت فيه هو عيلتي، ما رح أترك بناتي يجوعوا يحتاجوا أي مخلوق. لهيك سامحوني، اغفروا لي. نظر ليكي بتروحي وبترفعي دعوى الطلاق على هذا الكلب وبترجعي على بيتك، بس موضوع مراد بتسكري على الأقل حتى موت أنا، مشان مثل ما أنا طلبت منكن تسامحوني كمان أنا قادر سامحكن. يلا كملوا أكلكن. طمني طاهر، وضعه منيح؟ شو عم يقول الدكتور؟ يا صغيري حبيب قلبي خليك قوي، فهمت؟ اوعى تضعف. مراد براك، خلص روحوا انتو، حاج بتكونوا تعبتوا، روحوا ارتاحوا، نحن هون. لا انا بدي ضل هون جنبه. اي طيب، طاهر تعا معي شوي اخي. Thank you.
طاهر، فهمني يا أخي، أنت وين كنت طول الليل؟ نفس وين نامت كمان؟ بدي أعرف أنت أخذتهم ولا هني راحوا لحالهم؟ إدريس اتصل وقال لي نفس عندي، وأنا ما عرفت شو أعمل، ضليت على البحر للصبح. طول عمر أمك هيك بس تعصب، بتعرفها أنت. فاتح بيكون ابنك كمان، نعرفها بس تعصب شو بتقول، ما بتتغير. ولك شبكن تحملوها شوي أنتو، بكرة بتروق. خلينا بالأول نطمن على فاتح وبعدين منفكر بحالنا. وأنا كمان هيك عم أقول أخي. اسمع، إذا الله راد أخونا رح يرجع بخير على بيته، القصة بدها وقت بس. اصبروا أخي اصبروا، معلش رح صلح لكم أموركم. يلا أنت هلأ خود معك مراد وآسية وبوشك على البيت، أنا هون. يلا روح. ماما؟ اللي نعم. أنا بعرف. شو اللي بتعرفه؟ بعرف ليش نمنا مبارح ببيت عمو إدريس. ليش؟ قلي لشوف. مو أنتي قلتي لي إذا ناديت بابا لعمو طاهر ما رح يعصب؟ إيه ما عصب بنوم. إيه هي عصب ليكو. لا حبيبي ما عصب، بالعكس. معناتها ليش نحنا ما رجعنا على البيت وبابا كمان ما إجا؟ الأبهات ما بيتركوا أولادهم، مو هيك قلتي؟ حبيبي الحقيقة أبوك مبارح إجا، يعني طبيعي يجي، بس كنت غرقان بالنوم. طيب إمتى رح يجي؟ أو إمتى رح نرجع؟ حبيبي اسمع، بدنا نضل هون كم يوم كمان. وليش؟ لأنه جدو عثمان انتقل ولازم نساعده. ما اتصل الغبي، شو بدك؟ فيدات بيك، أنا لازم أهرب لأنه علي حكم من قبل، وبعد هاي الجريمة والله بيعدموني. بس أنا ما قلت لك روح عوز فاتح، قلي شو المطلوب؟ شغلي أحمي بيتك، وهن هجموا على البيت. بدك مني مصاري؟ ما أي بدي. قلي المسدس معك؟ أي معي. منيح، شوف لكان روح على السوق وبعد ساعة ببعت زلمتي لعندك بتسلموا المسدس اللي معك وبتقبض مصرياتك. تمام، مثل ما بتأمر يا بيك. شكرا كتير فيدات بيك. ولا يهمك. حضرة الملازم، إن شاء الله ما أكون عم بزعجك، بس حبيت إني أخدم العدالة ولهيك عم بتصل فيك. أنت شو اللي بدك يا أولاد؟ من شوي اتصل فيني الشاب اللي أوصوا لفاتح، بده مصاري وقال إنه المسدس معه وبعد ساعة بيكون بالسوق. يعني حبيت خبرك، أنت بتعرف أنا كل يلي بيهمني هو تطبيق العدالة مو أكتر. فاتح كيف صار؟ طمني. ألو، أول ما قضيت له شغلته سكر بوشي. طاهر حبيبي، بعرف مو نايم وتعبان، بس تعال نحكي أنا وياك شوي. أنا منيح مرت أخي، لا تخافي.
شو هالحالة هي طاهر؟ يعني حلوة بحقك؟ شو هالمنظر هاد؟ وكأنه مصايب الدنيا كلياتها نازلة فوق راسك. يعني شو بدك أعمل؟ لو بتعرفي شو قالت لي، بس اللي قالت لي إياه كلام بهد جبال. إيه، لأنها مجروحة، وهالمرة جرحها أكبر بكتير من اللي قبله، صدقني. يعني مثلاً القطة إذا فاتت برجلة شوكة وقربت لحتى تساعدها فوراً بتخرمشك. ليش؟ لأنها عم تتوجع كتير. إذا نحن اللي حطينا الشوكة، طيب معناها كيف لازم تتعامل معنا؟ أبي اتصل فيني على الطريق. علي وأسماء كانوا معه كمان. بابا أخذ نفس على بيته الجديد وراح تضل هنيك. مصطفى اليوم قال لي بس ولا يهمك، سمعته كلمتين مرتبين، الحق معه. يعني قال لي بكرة بتهدى النفوس وكل شي رح يتصلح. بعرف نفس شو عم تحس بالضبط، وكمان بعرف بشو عم تفكر. اللي موجعها هلأ مو اتهامات حماتي إلها، لا أبدا ولا شي من هالحكي. لما كنت بالابتدائي كان عنا درس عن اليرقة وكيف بينسلخ جلدها وبتصير فراشة، وكان لازم نشوف هالشي بعيننا. فالمعلمة عطتنا ورقة من شجرة التوت مع اليرقة تبعها. ضليت عم راقبها طول الوقت وعم تعمل يرقة. راقبتها كتير، بس بعدين داق خلقي من النطرة، فمسكت القلم وبلشت اسلخ جلدها بإيدي. لما شافني أبي عصب علي كتير، بعمري ما شفته معصب هيك، وقال لي مفكرة حالك عم تساعديها يعني؟ قال لي الفراشة بتقوى جناحاتها أكتر كل ما تعذبت بدف الجلدة وهي عم تسلخه، أما إذا أنتي سلختي وطلعتي بالساهل جناحاتها رح يضلوا ضعف، لا رح تقدر تطير ولا رح تعيش أصلاً. إذا أنتي واعية وحابة كتير إنك تساعديها، أوعى تطلعيها من جلدها، بالعكس اتركي لها جناحاتها بتقوى. بتعرف إنه نحنا نحلم إنه نتزوج زلمة يكون كتير حنون، حنون معنا ومع كل العالم كمان، بس إذا كانت حنيته للزلمة طاغية على كل الصفات الموجودة فيه، وقتها بيكون عم يضرنا ما عم ينفعنا. تركها بلكي جناحاتها بيقوا، هي بنت معترة وبلشت حياتها بمحكومية مدتها 8 سنين. وحيطان الكليلية كملوا محكوميتها وهلأ طلعت من السجن. برأيي اترك جناحاتها يقوا لحالهم. والله العظيم يا أولاد، أنا ما كان عندي أمل بنوب إنه نخلص. معقول من الصبح للمساء لحقنا نرتب البيت كله؟ الله يسلم إيديكم يا أولاد. ولو يا عمي تكرم. بس أنا هلأ حابب أعترف لكم بشغلي. لو كنت بدي أسكن لوحدي بهالبيت الكبير كنت أكيد بضل مرعوب طول الوقت، بس هلأ أسماء هون معي، ونفس كمان، وييت هون كمان، ما عاد في لزوم للخوف. ما طبعاً عمي، لشو الخوف بعد هلأ؟ ييت البطل بيحميك، ما هيك يا باشا؟ سنية خانم قلعتنا من البيت، عمو طاهر عصب مني لأنه قلت له بابا.
حبيبي؟ أمي فهميني، ليش ما حدا بيحبنا هون؟ ليش نحن شو عملنا لهم؟ معقول تقول هالكلام يا عمري؟ ما عاد بدي اسمعه من تمك الحلو. طيب لشو نحن اجينا لهون؟ ما عم افهم. حبيبي مو جدك عثمان قال لك ليش هلا؟ هذا البيت ما بيعرفه، ولبين ما يتعود عليه بخاف. ايه وانا كمان خايف. يا روحي. بيروح الخوف اذا نمت مو؟ بس ما تطفي الضوء امي. ألو، إيه تمام، في 10 صناديق تقريباً، بس أنا بدي المصاري قبل التحميل. إيه تمام، رح جيبهم أنا بنفسي، لا تشيل هم، اطمن. طيب طيب، يلا أنا بخبرك إمتى. مساء الخير جميل بيك. شو عم تسوي هون؟ شو هالسؤال هاد؟ أنا أجيت لهون لحتى أخذ مرتي نظر. اللي صار مع بنتك بسيط وبيصير بين المتزوجين. بنتي رح تتطلع منك وبكرة رح ترفع الدعوة. والله عن جد؟ أنا شو بفهم من هذا الحكي يا روحي؟ كلمة يا روحي بتروح بتقولها لوحدة غيري. انقلها من هون ولك، بعد عن بناتي وإلا شو رح تعمل يعني؟ معقول تقوصني مثلاً؟ بعملها، بتعرفني بابا. عن جد أنا حابب هنيكن يا بنات، الزلمة كبير وبهالعمر نجحتوا بأنه تعملوا لعبة وتغسلوا لدماغه، استغبيتوا لدرجة كتير كبيرة، عيب والله. أنا بورجيك بابا. بابا روح من هون ولا انقلع من هون. نظر جميل بيك، هي أكبر غلطة بحياتك جميل بيك، ما تلومني بعد هلأ. روح من وشه ولعب. يلا بابا. شو ما في تفضل؟ بنتي مين على الباب؟ حياتي. طاهر. رح تتركيه واقف على الباب؟ خليه يفوت لجوا. السلام عليكم شيخي. وعليكم السلام طاهر. فاتح كيف وضعه؟ إن شاء الله أحسن. وصلنا خبر إنه بخير الحمد لله، بس أنا حابب اسمعها من تمك. رح يكون أحسن إن شاء الله، عم نستنى. إن شاء الله يا ابني إن شاء الله.
واللي قوصن مسك كمان. ايه علي قالنا درينا بهالشي. انت مانك غريب يا ابني، انا بدي اتوضى وصلي الفرض. الله يتقبل منك عمي عثمان. ايه ابني، منا ومنكن اجمعين ان شاء الله. اسماء تعي معي يا بنتي. هدول لإلك. شو هنن؟ هدول نقوطك نفس. مستحيل، ما بدي. هذا حقك وما بصير يضلوا عندي. وينو ابننا؟ نام ما هيك؟ فوق بغرفته. فكر انه اجينا لهون لانه نادالك بابا وعصبت منه. على الاقل هو عم يحاول يلاقي سبب للبعد اللي نحن فيه هلا. السبب مو موجود؟ طبعا لا. طاهر لا تبلش، صعب علي هالموضوع. حاسه روحي رح تطلع بسببه. عن جد أنا ما عم بعرف فرق بين الصح والغلط بنوم. طيب بدي أشوف ابني إذا ما نام. بابا يا ريت لو بتقلي لي وقف، قولي يا نفس، لأنه أنا مالي عارفان لوين رايح.
في شي جواتي عم يقول لي نفس لا تساوي هيك. ماني مجربة هالشعور قبل ولهيك حاسسته غريب، ويمكن أنا غشيمة. كنت أسأل حالي شو عملت لأستاهل هالشب، بس أحيانا كمان بحس حالي كنت مظلومة ببيتهم هداك. المصايب اللي حلت عليهم بسببي أنا ما كان إلي ذنب فيها أبداً، والله مو بإيدي، بس لعنة فيدات عطول بتلحقني. مو مزبوط هالحكي وأنت بتعرفي هالشي. أنا ما بعرف شي بنوب، اللي بعرفه بس إني بحبه لطاهر. من دونه هو كل شي بخوف بهالدنيا، من دونه بمشي وبوقع، ما بشوف قدامي من دونه. استنى ما تروح. حبيبي ما في شي، انا هون جنبك.
لا تخافي لكني جاية يا روحي. قولي قولي دخيلك يا ربي شو هاد خربت الدنيا يعني؟ الله يجيرنا. بالم لا تقومي بنتي جاي لعندك. تفضل. حضرة الملازم. فوت احسان. وصلنا خبر عن جثة زلمة على شط البحر. وعرفتوا لمين؟ يلا. بابا. 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 حبيبي بابا طاهر. نيت بابا. حبيبي يلا فيق، انت عم تشوف كابوس. بابا بابا بابا. رؤيا لا تخاف، انت فقت، كنت عم تشوف كابوس، لا تخاف مشي الحال. بابا فقت يا عمري، فقت خلص خلص المنام. شو شفت قلي؟ بابا فقت يا عمري، فقت خلص. بابا اهدى حبيبي لا تخاف، خلص المنام. شو شفت قلي؟ رؤي يا عمري خلص. أنا معك. في شي معلومات عن مفقودين؟ ما في شي سيدي. في جثة فحصها وكيل النيابة وطلب ننقلها اليوم على المشرحة. بعاصفة مبارح في 5 مراكب صيد بالبحر تدمروا، وفي مركب مختفي، والمركب المفقود غالباً للجثة اللي لقوها. لكن خلينا نفتش ونحكي مع كل أصحاب المراكب. كفر السواحل بلشوا بالتفتيش بكل الإجراءات، بس لهلأ ما وصلوا لأي نتيجة. خلينا نمشي. طلع. يعطيكم العافية شباب. الله يعافيك. الله يعافيك. أهلا وسهلا. إن شاء الله ما في أضرار. الحمد لله أمورنا بخير. قالوا على التلفزيون قبل بليلة إنه حتصير عاصفة، فضلينا ما حدا طلع. اللي راحوا بالبحر أكيد ما عندهم خبر عن العاصفة، الله يساعدهم. تعرفوا شي مراكب طلعت؟ والله مركب المعلم مصطفى مو هون. احتمال انفك الحبل وانسحب من قوة الموج مبارح. إيه طيب، يلا. الحمد لله على سلامتكم. الله يسلمك سيدي. آخ منك يا طاهر، إن شاء الله ما تكون رحت بالبحر.
انت شفت شي الجثة اللي لقوها على البحر؟ لا سيدي، دريت باللي صار من الشباب على اللاسلكي. براك براك أختي، حاجتك تعبتي، روحي على البيت أنا بطمنك. ما تواخذني أخي مصطفى، خفيت بلا ما أحس، بعتذر منك، أنا منيحة. بلا هالحكي هاد، يعني مو شايفك؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. ها علي، أهلين علي. أنت منيح مصطفى؟ شو هالسؤال علي؟ قاعدين ناطرين فاتح لهلا. ايه فهمت، صار اي شيء جديد؟ الدكتور ما قال شيء وفاتح ما صحي لسه. يلا ان شاء الله خير. ايه انا دقيت لك من شان فاتح. ايه طيب ماشي، برجع بطمن عليه. ماشي علي. ولي دخيلك يا ربي، شو هاد؟ مو معقولة عاصفت مبارح؟ أي شي بخوف والله. بتصدق فقت من النوم وأنا ميتة من الرعبة وبعلم خافت كتير. مرت أخي بدك الصراحة، الله يعين اللي كانوا بالبحر بوقت العاصفة. آمين، معك حق. آمين. نعم علي. مراد شو صاير؟ ولا شي بنوب، دقيت لك بالغلط، بعتذر. طاهر الله يخليك رد على موبايلك بقى. لك الله يخليك رد على الموبايل. إن الرقم المطلوب داخلك أو خارج نطاق التغطية يرجى المحاولة لاحقا. لا، بيكون خالص الشحن، أكيد خالص الشحن، أو ما في تغطية طبعا. شو لكان؟ قلت شي سيدي؟ أنت ماشي على مهل إحسان. تعس لشوف، يلا استعجل أكتر رح تجنني يا حسام. بالم حبيبتي وينك؟ بالم يلا جاية. سنية خانم شو صاير؟ ليش عم تسأليني شو صاير آسية؟ شو بده يصير أكتر؟ شو بدك أكتر من هيك؟ يا فتاح يا عليم يا رزاق يا كريم، لك شو هالصباحات؟ وشك تعبان كتير مشان هيك سألتك، ليكون ضغطك مرتفع. شو حاسة حماتي؟ روحي اسأليها للي رفعت لي ضغطي. سنية خانم شو بدك؟ وبعدين قلعتي نفس من هون، شو استفدتي بقى؟ صح قدرتي تطفشي المخلوقة، بس قلب طاهر فيك تطلعيها منه؟ برأيك في حدا بيقدر؟ يعني شو رح تستفيدي غير انك تضايقيهم وتتعبي حالك طول الوقت بهالقصة؟ انا عم ضايقهم هلا هيك طلع معك؟ ما اساس عايشين برواء وما في ولا مصيبة. بالم بنتي خلاص، بدي ضل لحقتك والله العظيم، هلكتيني ليكي، ماني ناقصتك. سنية خانم لوين؟ لعند ابني. لوين يعني؟ سنية خانم تعالي قعدي، يلا على مهلك، قعدي شوي خليني شوف ضغطك كرمال الله. يلا تعي معي، قعدي شوي على مهلك، اكيد طلع ضغطك، قعدي هدي حالك. لا تساوي هيك سنية خانم، عم تتعبي حالك وتتعبينا معك، والله حرام عليكي، ما بيجوز. لا وصرتوا تحكوا معي بالحرام كمان. سنية خانم لا بقى تحكي، بدي اسلك ضغطك لو سمحتي. شو طالع؟ طالع طبيعي، رح يضل ضغطي يطلع هيك لحتى يجيني الفالج، وبس يصير هالشي رح تفهموا. كتفي له يومين عم بينمل، وإيدي كمان نملت شوي، رح تجيني جلطة، قلبي يمكن يوقف، الله أعلم. وأنتو وقتها بتقولوا قديش كانت حاطة بقلبه وما عم تقول. حماتي شو صار لك؟ انبحتي مناوية تسكتي؟ أمي تعرفي وين دفتر الرياضيات تبعي؟ حاطة الدفتر بجيبتي. دخيلك يا ربي. أف
شو بين معك؟ ضغطي طالع؟ حماتي شو صار لك بقى اسكتي؟ صباح الخير. صباح الخير حبيب قلبي. ليك هلأ بتروح بتغسل وشك وبتجي لنفطر مشان تروح على المدرسة يا عمري. طول الليل عم يشوف كابوس وما فاق بسرعة وصار يقول بابا لا تروح. ما عرفت شو بدي أعمل بنوب. لا يطلع فاتح من المستشفى ويهدى الوضع ترجع الأمور بخير. مو مهم، المهم بالنسبة إلي إنه فاتح يطلع بخير وسلامة. ورح يطلع إن شاء الله، تجاوز هلأ المرحلة الصعبة، خلص من العملية ما هيك؟ إن شاء الله هيك يكون. أمي؟ كأنك لسه مو نايمة؟ جميل مو مبين. مبارح المسا طلع من البيت وما بعرف وينه لهلأ. مبارح شفتوا الجو عاصفة وقال في عالم فقدوا. معقولة يكون صاير شي لجميل؟ بعيد الشر، ليش عم تقولي هالحكي أمي؟ هلأ بجرب دقله. مفكرة ما دقيت؟ ألف مرة اتصلت من مبارح ما عم يرد. خلصنا أمي، ما تفكري بشغلات مانا منيحة. ما بتعرفي شلون بابا هيك طبعه، قليل يرد على الموبايل. إن شاء الله يكون هيك. أكيد. شو لكان؟ يلا جهزوا السفرة روح. أكيد بيجي. افتح. شفت بابا بالحلم اليوم، يعني قصدي عمو طاهر. باسني وقال لي أنا مو زعلان لأنه ناديت لي بابا. كأنه كتير حلو حلمك. أم بعدين تركني، قلت له بابا ما تتركني، ما رد وكان كتير عتمة. شو شفت كمان؟ البابا أكيد رح يرجع لعنا أمي. هو رح يجي ما؟ يلا حبيبي حنتأخر، لازم نروح. سيدي، حضرة الملازم. سيدي، قدرنا نحدد هوية المتوفي. رستوم كيرزلي. سيدي، وقت صار الإضراب بالسجن من فترة، هو الشخص يلي قالوا عنه هربان. مشي الحال معلم، جثة اللي اسمه رستوم وصلت على الشط والشرطة لقوا الجثة ونقلوه على المشرحة. ما فينا نقول غير رحمة الله عليه. يلا مد إيدك، لازم تعبي بطنك منيح. شكراً معلم. أمي رحمة الله عليها كانت تقلي الفرق صغير بين الجوع والشبع، نص رغيف مو أكتر. إذا حسيت إنك ميت من الجوع، نص رغيف بيخليك تشبع وبيمشي الحال. بس إذا حدا ما شبع انتبهوا من جوعه. مو صح هالحكي رستوم؟ أكيد معلم، كتير صح. معلم قلي هلأ نحن شو رح نعمل؟ كمل أكلك وارتاح شوي. الشباب رح ياخدوك بمركب ويروحوا فيك لنص البحر.
ومن هنيك على روسيا. طيب والمصاري وينه؟ رح تجيك، حتاخد مصاري ما يهمك، ومعن الهوية بتستلمن على المركب بالبحر. الله يوفقك يا معلم، يسلموا. كتير بيهمك توفيق الله لحتى عم تقول هاي الجملة؟ ولا بس صارت عادة بالحكي مثلاً؟ بدي اياك تاكل منيح وشبع. بس لا تتأخر. ارموا هالواطي بالبحر. تحت امرك معلم. نعم معلم. مو زعلان مني ما هيك؟ ما قلت لك من أول مرة اتفقنا فيها أنا معك، بس ممنوع تمد إيدك على مرأة أو طفل وإلا بزعل. وبكل وقاحة بتجي بتقلي والله يا معلم أنا ضربت نظر. مو شغلة غريبة، حتى الإخوات بيضربوا بعضهم. ماشي مرقت، معناتها خليني أخبرك خبر رح يعجبك كتير. رستم وصل على الشط من شوي. ما فهمت. لقيته الشرطة على الشط. حسب ما فهمت القصة حاول يهرب لبرات البلد الصاهر. وشفت امبارح كيف كان الطقس، غرق المركب اللي كان فيه واليوم لقوا جثته. كان مخطط معناته، مشان هيك اتصل فيني وطلب مني مصاري. اسمع ليك فيدات، الخونة لازم يعرفوا كتير منيح انه بيوم من الايام الحياة رح ترد لهم كل الغدر تبعهم. لما قلت لرستم بدك تجيبه وتعطيه مصاري، هو كان بيعرف انك رح تقتله وتخلص من هالمشكلة. صح كلامي؟ مو هيك كنت رح تساوي؟ فهو عرفان انه رح ينقتل. انسى، المهم تسكرت هالصفحة. مبروك عليك. الله يبارك فيك وشكرا لك. بشوفك. اكيد بشوفك. يا ترى شو الشي اللي عم بتخطط له يا فكرة؟ بسيطة. أخي طمنوني، في شي جديد؟ لا ابنه. ليك أخي براك، روحوا على البيت خلص، وأنا رح استنى هون عند فاتح. خود معك براك وروحوا. ما عندي وبدي اضل، ما ارتاحت بنوب. انا عن جد منيحه صدقوني، بدي ضل هون. حسبي الله. اخي امي اليوم بنوب مو منيحه. شو صار؟ من الصبح مصره تجي لهون لعند فاتح، وكانت كتير تعبانه، وطبعا ما بترد علي. ليش في حدا امك بتسمع كلمته بهالدنيا؟ ما في غيرك بتسمع كلمته، روح انت لعندها، واذا صار شي مشان فاتح دغري بخبرك. اي شي بيصير بتخبروني فورا مراد. ايه طبعا بخبرك. هيك تمام، رح روح على البيت هديه لأمي وبرجع بعد كم ساعة. خود كمل هدول حرام. سلام. كيف الوضع؟ ما تغير. أمي شو ما بدك تجي تاكلي؟ مالي نفس.
جميل؟ لك وين كنت كل الليل؟ قلي وين كنت؟ انشغلت شوي. الحمد لله، خوفتني عليك. جوعان ما هيك؟ لا ماني جوعان. يا نزار. مور بابا. ايه قولي لي شو صار معك؟ بخصوص دعوة الطلاق تبعك. أنا اليوم رح أروح بلش فيها، رح شوف أسماء ونحكي ومنرفع الدعوة إن شاء الله. ايه منيح. ومري لهنيك، لازم أجيبي كل أغراضك من عنده وترجعي. بابا أنا ومرجاني. بعدين بنتي، جيبولي مخدي وحرام لأسطح هون شوي. أنت لا تروحي، طلبت منهم. مو بكفي بقى جميل؟ حاجة زعل، بيضلوا بناتك. صدقني طول الوقت خايفين عليك وأنا بشهد. سكرت له للواطي جزء من ديونه. الكبير كل مصايبه كبيرة. الشي اللي بنيته بيطلعوا الروح وخاطرت كتير من شانه. بتشوفي هيك فجأة بليلة واحدة راح وطار كله من إيدك، هيك كأنه ما كان في شي. بالآخر هذا اللي صار. شوفي كتير سيء وضعنا؟ حتى لو خسرنا بإذن الله راجعين مثل الأول. هاتوا بنتي هاتوا. يا ريت بعد كم ساعة تفيقوني. ايه ماشي، نام مرتاح. وقت اسألك هيك سؤال، بس عن جد شو عم تفكري تساوي؟ مو عرفانة، يعني ماني قدرانة افكر بشي بنوب، بدي وما بدي. والثانية خانم ما فيني إلا أنت غلطانة، أنا كنت السبب بكل مصايبهم. هداك ما رح يتركني بنوب. لا تضلي تلومي حالك لو سمحتي نفس. شو ذنبك أنت لتحملي أغلاط عملها فيدات؟ لأنه عم يعمل كل شي بسببي، وأنا لهاللحظة ما بعرف شو جابني لهون. يعني ترابزون حتى على الخريطة ما بعرف وين مكانه. معناها مانك شاطرة أبداً بالجغرافيا. لا والله كنت شاطرة. المكان اللي انحبست فيه 8 سنين هربت منه وتقلعت من المكان اللي بحبه. مبارح كذا مرة كنت بدي أمسك الموبايل، كنت رح أتصل بطاهر، مشتاقة لصوته كتير بس ما قدرت. بيكون هو كمان عم يفكر بنفس الشي. عفوا نزار عم تدق. أهلين نزار. ليكي أنا بالمكتب، إمتى ما بدك فيك تيجي لعندي. نفس هون وبتسلم عليكي. قال بدها تتطلق من فيدات، قالت لي ارفع لها دعوة. إن شاء الله تخلص منه. أنا ما خلصت منه. إن شاء الله نظر تخلص. لوين رايحة؟ على المشفى؟ لا على البيت. لسه هيك بقول. هذا الشيء الطبيعي. هو أنا كنت مستعجلة يوم طلعنا، ضل هنيك غراض ليت ما أخدتهم، باخدهم وبمر على المشفى. إيه تمام، طمنيني. ماشي. أسماء أنا يمكن
اتأخر عند فاتح، معلش تجيبي ييتي من المدرسة؟ ايه اكيد، لا تاكلي هم هي القصة. شكرا اسماء. لهلأ وضعه مثل ما هو. اجى الدكتور قبل شوي، قال رح ينقلوه على غرفة، حيطلعوه من العناية المشددة. ايه منيح الحمد لله. وينه مصطفى؟ راح على البيت والله، ونحن منعوبين عنه. تمام. مراد؟ ايه قول علي. طاهر حكاك شي؟ ما حكاني، ليش شو اللي صاير؟ ما في شي، مجرد سؤال. أنا رح أمشي، وقت يصحى فاتح خبرني تمام؟ ولا يهمك، دغري بخبرك. كأنه علي مانو على بعضه أبدا. وين أمي؟ ارتفع ضغطك العادي وبالزور لقدرت أقنعه وخليتها تطلع تنام شوي. وانتي لوين رايحة؟ على المشفى. لوين بدي روح يعني؟ أسية بلا هالروحة. فاتح لهلأ على وضعه، شو رح تساوي؟ لا شو هالحكي؟ بدي شوفه لفاتح، ما صدقت طلع الصبح. أسية عم قلك بلاها هالروحة، في جراثيم بالمشفى وانتي حامل، لا تشغلي لي بالي عليكي. مصطفى، وأنا كمان رح ينشغل بالي كتير إذا ما رحت اطمنت عليه. صباح الخير. أهلين، صباح النور علي. مرحبا، كيفك مصطفى؟ خير علي. كأنك رايحة ما هيك؟ ايه رايحة لعند فاتح، بدي شوفه واطمن عليه. مسك مصطفى شوي مشان ما يلحقني وأقدر روح. تمام. شو هالعند كله هاد؟ قلت له الشاب لساته على وضعه، ليش رايحة؟ شو رح تساوي له؟ بس ما بتعمل إلا اللي براسه. مصطفى اسمع علي، عن جد مسكتوه للي قوص فاتح؟ ايه. تعال كان فوت احكي لي جوا. تشرب شاي؟ أكيد آسية عاملة شاي. طاهر إمتى آخر مرة حكيت معه؟ ليش خير؟ إن شاء الله يكون خالص شحن موبايله، إن شاء الله ما يكون صاير معه شي. ما عم بفهم عليك شو عم تقول، شو صاير؟ إن الرقم المطلوب مغلق أو خارج نت. علي فهمني شو كنت عم تقول، احكي يلا. المركب تبعكم مانو موجود. ايه. ولقيت سيارة طاهر على الرصيف، قلت ليكون يعني كان متضايق وطلع بالبحر. مبارح في 5 مراكب تدمروا بالعاصفة. شو في صاير شي لطاهر؟ لا خالتي ما في شي، اتصلت فيه وما عم يرد علي فانشغل بالي، وعم اسأل عنه مصطفى. أهلين آسية، كيفك؟ منيحة نفس، انتي وينك؟ رح مر على البيت وطالعة بعدين على المشفى. ايه تمام، وانا رايحة على المشفى، معناتها بس تجي لهنيك بشوفك. ماشي حبيبتي، يلا بشوفك. في حدا هون؟ لا تخافي، أكيد ما رح أوصيك. خدي امسكي، اركدي يلا اركدي، أوصي لمراد، هو بالمشفى موجود هنيك، ما ضل غيره. روحي، مو هاد اللي بدك إياه؟ شو هالحكي هاد سنية خانم؟ ما ضل فيني حيل لحتى أركض وألحق لأولادي، وما ضل فيني حيل لحتى صرخ. قاعدة عم بستنى هون لشوف مين من أولادي رح يوصلني خبره قبل التاني. وطاهر مفقود بالعاصفة اللي صارت مبارح،
مين المذنب؟ طاهر؟ أنت بردان مو؟ إيه بردان شوي. أنت؟ أبداً. خد هاي، شعل نار لتدفى. أنت مو دايماً بتقلي إنه الشتاء قاسي بيكون إذا ما كنا مع بعضنا؟ شعل نار وتدفى لبين ما أرجع لهم. وين رايحة؟ حأرجع، بس المهم أنت تشعل النار، منه أنت بتدفى ومنه بقدر لاقيك بسرعة. حأرجع. بعرف أنه رح ترجعي، رح كون عم استنى. أنا أصلاً كنت عم استناك من قبل ما أتعرف عليك حتى، ورح ضلني عم استنى. إحسان بتروحوا وبتبعتوا لي سيارتي لهون بسرعة. حاضر. نجمي حاخد المركب. مصطفى خفر السواحل عم يدوروا عليه اصلا. هدول عم يدوروا على شخص، بس انا عم دور على اخي. يلا فكوا. ماشي رح افكوا. برأيي نروح هيك.
فاتح بحبك لدرجة كتير كبيرة، بس ما قدر يقول هالشي. هاد طبعه هيك، خجول كتير، بخبي اللي بقلبه دائما. ايه بعرف. ما بعرف كيف عمليته، بس انا متأكد انه الشي اللي خلاه يضل عايش حلمه انه يطلع مشوار معك. هيك الحياة، الشي اللي ممكن يربط الانسان فيها سهل وبسيط وما في ايه تعيد. لما بتذكر اللي صار من لما اجيت كتير بزعل. حقك، انت مريتي بايام صعبه، كلنا كمان هيك، بس ما فينا نحكي ولا نعمل شي بنو. وأخيرا صحيت أخي. شو وين أنا؟ أنت بالجنة لأنه متت، وهي الحورية لك. شو جابك براك؟ عيب عليك عيب. المهم أنه أنت منيح، حاسس بأي وجع؟ لا كله تمام. منيح، بكفينا أنه أنت فتحت عيونك، المفروض ترتاح، نام إذا بدك. فاتح أنت منيح؟ براك اللي فاتح. شو الترتيب؟ صار كتير منيح، هلأ كل شي صار تمام. أنا رح أنزل شوي على الكافيتيريا. براك بدك شي؟ لا شكرا. أنت ما رح أسألك لأنه في سيروم بإيدك. إدريس نفس، ما فهمت شو حكيتي على التليفون، بس لبست وإجيت بسرعة لهون. فهميني شو يلي صاير، وينه طاهر؟ الله يوفقك ساعدني. بدي ساعدك بس فهميني. إدريس امبارح وقت صارت العاصفة طاهر كان بالبحر، أنا ما بعرف بس عم يقولوا إنه ضاع. شو عم تقولي؟ مشان الله خلينا نروح ندور عليه. تعالي معي لو سمحت، بدنا المركب. لك شو صاير؟ ها؟ حدا فيكن يفهمني؟ من شوي إجا مصطفى وكان معه شرطي وأخدوا مركب وطلعوا، شو القصة؟ القصة إنه طاهر ضايع عمي. أنت انزل فكلي الحبل لنروح، ما تخاف أبدا رح رجع لك المركب. طيب بس ديروا بالكن. أخيراً رجعتي لهون؟ ليلي شو كسبتي؟ ها؟ وليلي شو استفدتي؟ يعني أنت واختك مرجانة مع بعض، يا ترى شو كسبتوا من هاي القصة؟ ما تجاوبيني، أنا بعرف. صفر صفر بصفر، والنتيجة صفر. بالله شو؟ لا في شي أنا كسبته. والله جد؟ شو مثلا؟ إنه رح أتطلق منك. بتوقع قلت لك هذا الشي من قبل نظر. ماني كتير مبسوط بزواجي منك، فهمتي؟ بس نحن لازم نكمل بهذا الموضوع. لا مو لازم أبدا، أنا رح أروح وأرفع دعوة عليك ويطولوا قد ما بدهم، المهم أخلص منك. وليش هالحماس كله؟ ها؟ فرحانة لأنه فيكي ترجعي لمراد؟ مراد شو؟ أنا وعدت بابا أنه ما أقرب عليه، بس شو ما كان السبب فأنت ما إلك علاقة. على كل الأحوال أنا كتير بشكرك، لأنه أنت ما لمستني غير وقت الضرب، ولهيك شكراً عن جد. الموضوع مو شخصي نظر، أنت مالك علاقة بنو. نفس مو؟ ما رح تطول فيدات؟
بحياتك. اصحك تقولي هي الكلمة ورح اعتبر حالي ما سمعت منك شي. كنت بدي أقول شغلات ما بتحب تسمعها، بس بصراحة ما عندي وقت. أنا لسه ما خلصت حكي، وتاني مرة ما بدي ري ظهرك وبتمشي. إذا أنا ما قلت لك امشي شو رح تعمل؟ بدك تضربني؟ رح كون مبسوطة كتير إذا هلأ ضربتني، لأنه بستفيد بالمحكمة. يلا ضربني، ليش هيك واقف شبك؟ يلا ضرب، شو صار لك؟ شو أعمل هلأ؟ أرجف منك مثلاً؟ ولا بدك أترجاك؟ ولا صرخ وأبكي بأعلى صوتي؟ يلا ضرب، ضرب شبك. أنا معك، بس ممنوع تمد إيدك على مرأة أو طفل وإلا بزعل. وبكل وقاحة بتجي بتقلي والله يا معلم أنا ضربت نظر. ضيعت لك فرحتك، ما هيك؟ إلا تواخذني. مستحيل طلق، لا تحلمي. مفهوم؟ تمام. يا ربي وينه؟ يلا فوتي يا شاطرة. سني خانم، شو اللي صاير؟ ستي صاير شي معك؟ ما في شي. يا روحي، نحمد الله ومنشكره إنك تحسنت، متنا من الخوف عليك والله. صحي كيف أمي؟ يعني كيف رح تكون؟ عم تشتغل فيني؟ ايه، ما أمي بتشتغل بالكل عادي. يعني الكل مناح ما هيك؟ ايه، انت لا تشغل بالك،
الدكتور شو قال لك؟ قال خلص خدوه على البيت وتعبوا انتوا معه، شو بدنا نعمل؟ عن جد الحق معه، نحن مجبورين نتحمله. ليكي مرت اخي، انت مو صح تضلي هون. مراد لا تخلي مرت اخوك بالمشفى، انا منيح. حلو، كمان عم تعطي اوامر. يوه انا منيحه كتير، شو صاير علي؟ اجيت لحتى اشوفك دقيقتين وبعدين لحالي بروح. عم تقلع مرت اخوك يعني؟ معقول؟ لا مرت اخي، شو عم تحكي انت؟ معقول يكون هيك قصدي؟ لا مرت اخي لا، نحن فهمنا ومشي الحال وما رح نضل بمكان مو مرغوب فينا. يلا خلونا نروح. بدي اطمن عليه، مو متحركه من هون. ايه خلص مراد، فهمت عليك، تاخرنا كتير على البيت، يلا خلينا نمشي بسرعه. بدها تطلع وانا ما لازم احكي بنوب. شو يا شايفك مستغرب كتير؟ يعني بدك تضربها للبنت وتموتها من الضرب وهي تضل ساكتة وما تحكي ولا كلمة، مو هيك؟ مستحيل اني طلق، لسه بكير. ما كنت بعرف انك بتحبها لنظر. نظر بنوب ما بتعني لي، بس انت قلت لي وقف وعملت اللي قلته وتركته لابني عندهم. ما رح اتاخدته مع انه الوصاية من حقي انا، بس هذا مو معناته اني رح اترك لهم ابني وروح. وليصير هداك الوقت انا بحاجة لصورة العيلة السعيدة، انا بحاجة نظر هالفترة. تشبه أبوك اللي قتلته بإيدك لدرجة كتير كبيرة. أنت تعرفه لأبي ولا شو؟ أنت برأيك مثلاً الطريقة اللي تعرفنا فيها على بعض كانت مجرد صدفة مو أكتر؟ ما في شيء اسمه صدفة بنوب، كله كان مخطط له. بهداك الوقت كنت لسه شاب صغير وكان عمري 18 سنة ودمي كان حامي كتير. كنت واصل على اسطنبول وكنت عايش على مبدأ ما تفكر تغلبني، أنا اللي لازم أغلبك. وهنيك تقابلنا بالصدفة أنا وأبوك، وكانت عمليات التهريب شغالة منيح وقتها. شو ما يطلب أعمله، ما أرفض له طلب أبداً. كنت معتبره مثل أب لإلي، بس هو خاني ودمر كل شيء أنا باني. كان غلطي إني وثقت فيه وما فكرت أبداً. مرت أخي طولي بالك شوي مشان الله، خلينا نهدى هلأ ونروح على البيت، بركي في أي خبر عنه. إدريس خلينا نرجع ندور عليه، الله يوفقك. نفس كرمال الله، خلينا نشوف أخي مصطفى وينه. إيه سنية خانم، هاتي البشارة، رح يطالعوا فاتح بكرة إن شاء الله، تحسن وضعه. سنية خانم، بابا ألو. أي نظر؟ مراد ليلي أنت وينك؟ بدي شوفك ضروري. أنا بالسوق هلأ، تعال، كنت ناوي أحكي معك أصلا. طيب يلا جاي لعندك. كيف صار فاتح؟ منيح، أموره رواق. ما قلتي لي وين بشوفك؟ هون في كافتيريا من زمان رحنا عليها إذا بتتذكر. إيه خلص عرفتها تمام.
بعد كل هالسنين هي عم بتقلي انه انت وابي كنتوا تعرفوا بعضكن؟ كيف يعني؟ شو معنات هالحكي هلأ؟ انه انت ما بتعرف شغلات كتيرة، هذا معناته. لما شفتك انت وإيشن اول مرة كان عمركم شي 15 سنة. ليش خبيت عنكم اني بعرفكم؟ وليش كمان طلعتكم من المكان اللي كنتوا متخبيين فيه ورجعتكم على الدنيا واعتبرتكم مثل اولادي؟ قلت اللي بتعرف ابي مو هيك. بس يا ترى انت كنت بتعرف كل شي عنه؟ انا بعرف انه انت قتلته لانه كان حقير كتير ولانه اغتصب لإيشن، وبعرف كمان انه كان سيء كتير لدرجة انه هو كان بيستاهل كل اللي صار. ابوك عن جد حقير، ابوك دمر لي حياتي وسرق لي مستقبلي، سرق مني كل شي حلو. وبعدين انا عرفت انه ابنه الوحيد قتله ذبح، كان حكي وما في اي دليل ضده، بس أنا كنت واثق ودورت عليك للاقيتك. كنت مديون إلك بالانتقام اللي انتقمته وحق اللي أنت أخدته. كرمال هيك تجاهلت كل الشغلات اللي عملتها ونسيتها. لا تصدق أنه في حدا بيدخل حياة حدا بالصدفة أبداً. مثل ما قلت لك ما في صدفة بنوب، كل شي كان مخطط، وأي حدا بيكون امتحان بحياة التاني. يا الله موبايلي ضل بالسيارة، ليكي انت اتصلي بمصطفى وانا رح اتصل بعلي. كل الأدوار بتتغير وما في شي بضل على حاله. اللي معتبره رفيق بيجي يوم بيتحول من رفيقك لعدوك. مين الشخص اللي بيناسبك بهي الحياة؟ ومين اللي بيساعدك؟ ومين اللي أنت بتفكر تساعده؟ كلهم بيتغيروا. دولاب القدر بيضل عم يلف ويدور. يلا بقى شعلي مشان الله، ذئب الظاهر في ضوء القمر كتير بردان. مين اللي بيداوي مين
ومين البلاء لمين انت ما فيك تتوقع ابدا، لانه الادوار بتتغير على طول. استنى ماما. ماما انت منيحه؟ ماما ردي عليه. نفس، ردي ردي علي نفس لو سمحتي، بترجاك تردي علي نفس. أمي الله يوفقك، ردي علي أمي. الحمد والشكر لك يا ربي، الحمد والشكر لك يا الله. يا سلام أمي طلعت لساتها عايشة. إيه عايشة يا بطل عايشة. تفضل علي. شو طمني؟ ما في أمل، ما لقينا. شبكن لا تتشائموا هيك، لك اطمنوا، هاد طاهر يعني ما بينخاف عليه. يا ربي دخيلك تحمي. فوت علي. السلام عليكم. وعليكم السلام. السلام عليكم. خفر السواحل مستنفرين وكلهم عم يدوروا عليه، ورح يخبرونا بكل شي بيصير. هلأ المنيح بالموضوع إنه لو في خبر بشع كان وصلنا فورا، لسه عنا أمل كبير. نحن من زمان كتير ضاع أملنا، من لما إجت هديك البنت وفاتت من باب هالبيت ما ضل في شي منيح، وراحت البال ضاعت، كل شي راح. أمي لا تبلشي هلأ مشان الله. فاتح وينه هلا؟ ليكو مرمي بالمشفى. طاهر وين قلي؟ الله أعلم عايش ولا ميت، الله وحده بيعلم. انتو مو شاطرين غير تقولولي. يا أمي مشان الله لا تبلشي هلا، بس أنا بدي إلكن شغلة وبدكن تسمعوني منيح. كرماله لالله خلصنا، كرماله لالله وكرماله لمحمد حاجة بكفي، لك والله رح اموت خلصنا. ادريس رد عليه. الو، ايه ادريس. مصطفى مصيبة، نفس اخذت مركب وهربت. شو؟ ايه والله، نحنا طلعنا نشوف طاهر وينه وندور عليه، ولما رجعنا نفس هربت دغري. شو اللي عم تقوله انت؟ كيف يعني هربت نفس؟ مصطفى فهمنا. هدول راحوا لحتى يدوروا على طاهر، طلعوا بالمركب سوا، بعدين ما بعرف شو اللي خطر على بال نفس ورجعت هربت بالمركب. وليش هي من امتى بتعرف تسوق مركب؟ أنا كيف بدي وقفه لهاد؟ الغيار اللي جنب تنفس حبيلة عندك. ايه هتشنج قل الشمس سيلة.
أنت كيف اجيتي لهون؟ كيف سأتي هالمركب فهميني؟ ما بعرف بس أنا وإدريس طلعنا ندور عليك ودورنا كتير ولما ما لقيناك رجعنا بس أنا كان عندي أمل وصرت أدعي كنت واثقة أني رح لاقيك وما بعرف كيف سقت المركب وكيف وصلت لهون عن جد ما بعرف بنوم بس أنا بعرف إيه كنت بعرف ما تسأليني كيف بس كنت بعرف أنه رح تجي شفت النار وإجيت أنت يلي قلتي لي أنا؟ قلتي شعل النار وأنا رح لاقي لك نفسهم هرم دور ينقنم سنمز أنلات كراديليز نفسهم يتمز سن الله كراديليز فاتح كيف صار؟ منيح اليوم فتح عيونه والدكاترة نقلوه على غرفة وطبعاً موجودة معه براك ما عم تتركه ولا دقيقة لابقين لبعض ايه معك حق وكتير انت شلونك؟ الواطي عم يعمل لك شي؟ ما عاد يقدر يعمل أصلاً لأنه حنتطلق خبر حلو نحن يعني قصدي أنا وأختي مرجانة غلطنا كتير لما خبرناكم عن السلاح طبعاً نحن ساعدناكم باللي صار بس كمان بابا تدمر شغله مراد أنا يومتها قلت لك حتى لو كان أسوأ رجال بالعالم بيضلوا بابا ليكي نظر انت في بتمك حكي ايه معك حق لانه عم يتعب قلبي وعم يخليني ساوي شغلات مو صح حكيت أنا وبابا وعدته الحجر اللي عطيتك يا ما هيك لا الحجر اللي رميته على قلبي كتير خلاني اتعب وعم يحرق لي قلبي نظر لسه عم نحكي مصطفى مشان الله فهمنا ادري شو قال لك اكيد مو نسيان شيء اسيا حكيت لكم اللي قال لي اياه بالحرف ما قال لي كثير شغلات لكون نسيان قال انه راحوا يدوروا عليه لطاهر ونفس ابصر كيف قدرت تعملها هربت بالمركب نفس رد لك شو هذا اللي عملتيه يا نفس يا رب انا طاهر يا مصطفى طاهر ايه طاهر شو صاير معه خلوني اعرف احكي معه طاهر وينكم انتوا احكي نفس لقتني ولكن هلا راجعين ايه تمام ولوين رح ترجعوا رح نوصل على الرصيف واذا فاضيين رح نجي على البيت عن جد شو هالسؤال الغبي هاد تمام تعوا يلا نحن ناطرين عم نستنى
منيح مصطفى شو قال لك؟ نفس قدرت تلاقيه لطاهر وراجعين. كيف ساقت المركب ما حدا بيعرف، المهم رح يوصلوا على رصيف لعنا. خلينا نروح. يلا بسرعة بابا، خلينا نروح مشان نوصل. تعالوا لازم نوصل يلا بسرعة. يلا عيتنا. ألف الحمد لله ما صار له شيء. الشكر لك يا ربي لأنه حميت لي. تفضل فوت يتبك. أمي وين راحت؟ مو عمو فاتح بالمستشفى، رح تروح تزوره وتجي. يلا فوت غير ثيابك. يلا. ألو؟ علي من الصبح ما اتصلت وناطرتك لحتى تتصل. شوف قديش الساعة، وينك لهلأ؟ أسماء روقي شوي، طاهر كان مفقود بالعاصفة. كيف؟ خلصنا روقي، نفس لقيته. علي أنت شو عم تحكي؟ أسماء، برجع بتصل فيكي بعدين، يلا سلام. شو اللي عم يحكي هاد؟ بسم الله يا رب. والله العظيم أنا رح جن. نفس كيف قدرت تعمل هيك؟ ما عم أفهم. أي وشو هذا الشي اللي ما عم تقدر تفهمه بالله؟ إذا مصطفى بتضيع بسوق طيارة كرماله. بالله جد؟ رح تسوقي طيارة؟ ولو حبيبي كرمالك بسوق أكبر طيارة، بس أصحك تضيع وتتركني لحالي؟ مستحيل ضيع عنك منو. أنت التاني خلي عينك على المركب، بركي صار له شي البنت. مصطفى رحت مشان أحكي معكم. جوابك بلا طعمة. ليكن جايين؟ هدول هن ما؟ الحمد لله يا ربي. ألف الحمد لله. يا الله منك يا طاهر. معناتها بابا طعن فيك وخانك كتير. ايه بس كيف؟ كانت حبي الأول، المرة اللي علمتني شو هو الحب والعشق، هو سرق مني. انسى، ما تفكر هلأ، هدول مواضيع طويلة بعدين بنحكي فيهم. طيب وهالمرة مين معلم فكرت؟ يلا لازم تروح. المرة اللي ماتت هي أمك. Thank you.
مساء الخير. Nasıl da değiştin birden, sanki sen değildin başın üstüne yeminlerden. Nasıl da değiştin bilmem, sanki sen değildin aşk uğruna ölmekten bahseden. Mektuplarında olmasa kendimden şüphe duyardım, yanılan bendim diye şiirlerin durmasa aklıma oynatırdım, inanamazdım gözlerime. Ne yazık, ne yazık ki gerçek. تفضل يا جماعة. Kalsam da bir, senin için yok hiç farkı. Yıllar önce unutulmuş, dillerden düşmüş bir şarkı. Gitsen de bir, dönsen de bir, benim için yok bir farkı. Sanki çok unutulmuş, dillerden düşmüş bir şarkı. امرني يا بيك. هالصبية جديدة مو؟ ايه ترقد بيك. بعتها لعندي. حاضر يا بيك. Bir hıçkırık boğazımda, جوليندام في شخص عازمك لعنده على الطاولة. أنا جاية لغني مو لانعزام. ما تناقشيني، هلا بتغني له كمان للزلمة. أوعك تمد إيدك. امشي. اتركني. بعد إيدك عنا. مين أنت؟ حل عني. تعالي يا بنت. اترك. لك أنت شو ساوي؟ تعالي معي، تعالي.
بسرعة. كان لازم من وقتها أعرف أبوك على حقيقته وأعرف وساخته يا فيدهت، بس كنت ما بفهم، ما قدرت أعرف. ولك أنت من إمتى تعلمتي سواقة المراكب؟ والله طلعت من البحر الأسود عن جد. الحمد لله على سلامتكم يا بنتي. أخي أسية الله يسلمك يا روحي، شو خفنا عليك. نشكر الله رجعت لنا، ألف حمد وشكر. عمي عثمان طاهر البطل، الحمد لله على سلامتك يا حبيبي. الحمد لله على السلامة. والله خوفتونا كثير. المهم رجعنا الحمد لله يا رب. خوفنا عليك. لا تخاف أنا منيح. لك نفس، ليش هيك عملتي؟ معقولة اللي سويتي يا روحي؟ أهلين يا علي. أهلين. لك أنت شلون ما لقيتني؟ تعي لهون اسمعيني يا زلمة، لو تعرف ثاني مرة لا تعملي هيك فصول فينا، بنزعل من بعض. ايه الحمد لله هالمرة نفدنا. بابا عثمان خلينا نرجع على البيت، ما بدي طول عييت أكتر. ليش عم تحكي هيك؟ حبيبي طاهر اتركها على راحتها. طاهر خلص بكفي، قلتلك القصة صعبة. طاهر خلينا نروح على البيت هلا، ضروري نهدي أعصابها لأمك. معلش لازم نقعد ونحكي ونهدي الأمور كلها. أخي نفس معها حق. يلا بابا عثمان. يلا حبيبتي تعي. تمام يلا. اشتركوا بالقناة لمشاهدة جميع الحلقات، ولا تنسوا تفعيل زر الجرس.